تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، انطلقت فعاليات النسخة الثانية من مجلس محمد بن زايد لأجيال المستقبل بحضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، تحت شعار قادة اليوم يلتقون بقادة الغد في مركز أبو ظبي الوطني للمعارض، وبحضور عدد من الوزراء والمسؤولين بهدف تمكين الشباب ليصبحوا قادرين على المضي قدما في مسيرة النمو والازدهار والمشاركة بفاعلية في الثورة الصناعية الرابعة. نستثمر في حضارتنا واقتصادنا ولا نتخلى عن عاداتنا وتراثنا من أجل رسم مستقبل واعد لأبناء الغد. جاءت النسخة الثانية من مجلس محمد بن زايد لأجيال المستقبل والتي حملت شعار قادة اليوم يلتقون بقادة الغد، لتستند على رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الهادفة إلى بث روح العمل وتمكين الشباب من مواجهة تحديات اليوم والتخطيط للمستقبل. الفعالية التي حضر جزء منها الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، كانت قد بدأت بكلمة ألقتها معالي شم المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب حول تجربتها الدراسية الثرية وطموحاتها وأهدافها التي عملت من أجلها. كطالبة الدرس اللي عمري ما أنساه ولين الآن أعيشه كل يوم، إن كل شيء نسعى له يتطلب مجهود ويتطلب عمل. تبعتها الجلسات الحوارية التي قدمها عدد من الوزراء لخصت تجاربهم العلمية والعملية، تاركة تأثيرات إيجابية كبيرة على الحاضرين من الشباب وسط أجواء تفاعلية مباشرة. نحن مهم جدا عندنا أننا لما نتكلم عن الصناعة الإبداعية نتكلم عن المواهب، صقل المواهب هذه الإبداعية، كيف أن يكون هناك سياسات واضحة لهذه المواهب، خارطة الطريق يكون هناك دراسات أكاديمية، ويكون أيضا هناك هذه الخارطة ستجعل هذه الموهبة تتحول من فقط موهبة محلية ولكن أيضا موهبة عالمية. المستقبل في تغير مستمر، متطلبات سوق العمل أصبحت أعلى وأعلى، الشهادة الجامعية اليوم ما أصبحت هي النهاية وجواز السفر للحصول على وظيفة، ولكن مطلوب من الطلب أنهم يركزون في أعمارهم، يطورون من نفسهم، التركيز على التعليم المستمر. فحقيقة سعيدين شفنا حضور كبير من المسؤولين على مستوى الاتحادي والمحلي، كلهم كانوا يتكلمون تقريبا عن نفس التوجه وهو العزيمة والإصرار. نرى الوزراء لما يتكلمون ما يتخرون ذخيرة في تعليم ممارساتهم اللي يسوونها يوميا في خدمة البلاد وخدمة الحكومات والمجتمع، فكل ما قدروا يوضحون هذا الدور للجيل الجديد كل ما قدروا بالفعل يستعدون أكثر وأكثر أنه يقعدون أفضل من اليوم الجيل اللي 2018 عايشين فيه. فعاليات النسخة الثانية من مجلس محمد بن زايد لأجيال المستقبل التي تعقد على مدى يومين تشمل ما يقارب 300 فعالية وجلسة وورشة تفاعلية بمشاركة نخبة من المتحدثين الدوليين والمحليين، وتستضيف عددا من أكثر الشخصيات إلهاما في الدولة للتفاعل المباشر مع الطلبة وتوسيع آفاق طموحاتهم. تشمل الدورة الثانية 300 جلسة نقاشية تفاعلية حافلة بالحوارات وتبادل الخبرات والمعرفة لتشجيع الطلبة على أن يكونوا قادة في حياتهم. لأخبار الدار هدى سالم من مجلس محمد بن زايد لأجيال المستقبل بأبو ظبي.